الذكاء الاصطناعي سيتم تخزين كم هائل من المعلومات من أجل أن يجيب بطريقة آلية على أي سؤال. وهذه المرتبة، مرتبة إدخال كم هائل من العلاقات ومن الأحكام، عد الأحكام عند الفقهاء في التراث أن تحت يدنا في كتبنا 1,174,000 فرع. هذه هي الأحكام التي بين أيدينا في كتبنا. فإذا أردنا أن نحدث على قارب بين هذه 1,174,000 التي أصبحت الآن 1,200,000 على الأقل، فإن الرقم سوف يكون رقما كما يقولون رقما فلكيا. ولكن هذه هي الخطوة الأولى التي نقوم بها الآن، وهي الإجابة عن طريق تلك الوسائل على من قدم السؤال لإحدى هذه الأحكام. ثم بعد ذلك يحدث تراكم، وهذا التراكم سيؤدي في يوم من الأيام إلى إمكانية استعمال الذكاء الصناعي، والذكاء الصناعي سيقوم بالرد وحده دون وجود إنسان مباشر يجلس ويرد مباشرة. فهذه نقطة مهمة وفيها أمل وفيها استشراف لما يقوم به المركز.